انظر كيف ترسخ العناية الإلهية الإيمان فينا. ملاك يبشر مريم، وملاك يبشر يوسف، وملاك يبشر الرعاة، وملاك ينزل من السماء ويعلن لك: اليوم يولد لك مخلص هو مسيح الرب. وضع في مذود، لكن سبحته الملائكة وأعلن عنه نجم وسجد له مجوس. ابتغت الملائكة أناساً يتذكرون خالقهم، فعملت كل ما في وسعها من أجل علاجهم، لكنهم أبوا أن يشفوا. ثم نظرت إلى القادر على الشفاء، فمجدت الطبيب الأعظم وقالت: المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. سبحوا السر، سبحوا يا عبيد الرب، هللويا. المسيح سلامكم، وبذاته جعلكم بالله الآب متحدين، فأزال خطاياكم وبركم بالإيمان، ودعاكم أنتم الأباعد إلى أن تكونوا أقارب. تيقنوا أنه في إنسان واحد جديد خلق الشعوب وصالحهم في جسد واحد مع الآب. سر الله الآب أن يجمع كل الأشياء في ذاته، وأن يربط الدنا بالعلا، ويجعل من السماويين والأرضيين قطيعاً واحداً. لذلك صار المسيح لأجلهم سلاماً ومسرة. فالمجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. كل ما شاء الرب صنع عنه في السماوات والأرض في البحار وجميع اليوم تتحد السماء والأرض، لأن المسيح يولد اليوم. يجيء الله إلى الأرض، والبشر يرتفعون إلى السماء. اليوم يرى في الجسد غير المرئي لخلاص جنس البشر. فلما تسلمت الكائنات الدنيا السلام من كائنات عليا، صرخت: المجد على الأرض والسلام في السماء. ولما نزل اللاهوت وارتدى الناسوت، صرخت الملائكة: السلام على الأرض. ولما صعد الناسوت المتحد باللاهوت،
واستوى عن يمين الله الآب، قالت: السلام في السماء. فلتمجده إذن ولتهتف: المجد لله في العلا، وعلى الأرض سلام منح بمجيئك أيها المخلص، فالمجد لك.